بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء نحييكم تحية طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنكون معكم في درس جديد من دروس الرسم الهندسي. اليوم إن شاء الله سوف ندرس ونحيط بكل تفاصيل موضوع المقاطع. المقاطع، كيف نرسم المقاطع الهندسية للشكل. طبعا رسم المقاطع هو من المواضيع المهمة، وهو مكمل لموضوع رسم المساقط ويعتمد عليه بالحقيقة. فرسم المقاطع الفائدة منه انه يوضح لنا الاجزاء المخفية اللي بالمساقط كانت تظهر عندنا بشكل هيدن لاينز. فهو طبعا مهم في ايضاح الاجزاء المخفية و تتوضح للشخص الذي سوف يقوم بتصنيع القطعة، يتوضح له الجزء اللي هو عبارة عن تجويف والجزء اللي هو عبارة عن مادة سوليد. الحقيقة أكو هناك عدة مفاصل للموضوع، بس أنا ارتئيت أنه قبل لا أبدي بإيضاح كل فقرة، ارتئيت أنه نأخذ مثال بالبداية نفتهمه وبعدين أجي أوضح هذه الأمور. ولكن في البداية أول ملاحظة أريدكم أنه تحفظوها وتكون ببالنا دائما. في حالة أو عندما نريد أن نرسم المقاطع، فأول خطوة دائما هو رسم المساقط. أي شكل عندي، إذا أريد أرسم إلى المساقط أو المقاطع، فلازم أول خطوة أرسم المساقط كما تعلمنا سابقا. لنأخذ مثلا هذا الشكل نريد أن نرسم له المساقط الثلاثة أولا، ثم سوف نرسم المقطع الأمامي. فنبتدأ برسم المساقط. كما تعلمنا سابقا فإنه عند رسم المساقط أول شيء إحنا نقسم لوحتنا إلى أربع أجزاء، ثم نقوم برسم الخطوط المساعدة، اللي هي تبعد 1 سنتيمتر عن كل. هسه هذا الشكل مالنا، مثل ما اتفقنا، نقف عند هذه الزاوية، والشكل الذي يكون على ايدنا اليمنى هو يمثل المسقط الامامي، ونرسمه في جهه اليسار. فهنا عندنا على جهه اليمين حيطلع عندي شنو؟ عباره عن مستطيل. شنو بي المستطيل؟ اكو هناك اجزاء مخفيه اللي هي عباره عن تجويفين بشكل اسطوانه. ففي هذه الحاله سوف يكون المسقط مستطيل هذا الشكل، يحتوي على خط المركز والخطوط المخفية كما تعلمنا سابقا. وهذا الشيء يعني هذا ما راح افصل فيه، لان هذا احنا رسمناه وتعلمناه. المسقط الجانبي اللي هو على ايدنا اليسرى ايضا عبارة عن مستطيل اخر، وشنو بي مستطيل أو مربع، وهناك أيضا جزء مخفي اللي هو عبارة عن تجويف بشكل أسطوانة. فطبعا ننطبق أحدهما ننطبق على الآخر، فسوف يظهر بهذا الشكل. والمسقط العلوي، قلنا المسقط الأمامي فقط نقلبه، فحيطلع عندي المسقط العلوي واللي هو عبارة عن أيضا مستطيل وفي وسطه أكو هناك دائرتين، عفوا، دائرة نرسمها بقلم 2H لأنه هنا غير مخفية، فهنا عندنا فقط السنتر لاينز.
هذه هي المساقط الثلاثة. قلنا أول خطوة لرسم المقاطع هي رسم المساقط الثلاثة. الآن لرسم المقطع الأمامي، لما نقول لي مقطع أمامي إذا وين شغلي؟ على المسقط الأمامي اللي هو هذا the front view. ففي هذه الحالة المسقط الجانبي والمسقط العلوي سوف يبقى كما هو. المسقط الأمامي هو اللي سوف نجري عليه بعض التعديلات. شون؟ شنو معنى مسقط؟ عفوا شنو معنى مقطع؟ معنى لما نقول مقطع أمامي معناه أنه جسم أمامي أخليه من جهة المسقط الأمامي، وثم أقوم بقطعه إلى نصفين متماثلين. شو يطلع عندي بعد القطع؟ شنو الجزء اللي 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 جرى عليه عملية القطع؟ سوف نظلله بخطوط مائلة، والجزء اللي الذي لم ينشب بالقطع سوف يبقى كما هو. فالآن سوف نقوم بقطع هذا الشكل إلى نصفين متماثلين، الشكل هذا. فبعد ما هذا جهة المسقط الأمامي فقطعناه بالنصف، وهذا الجزء اللي انقطع تركناه، فهذا الجزء اللي طلع لنا. أي منطقة مشى عليها المنشار أو المقاس أو السكين تظلل بخطوط مائلة، والمكان الذي لم يجرى عليه يبقى بدون تظليل. هذا شو نسوي؟ أول خطوة نسويها إنه الخطوط الهيدن لاين كلها سوف تصبح خطوط مستمرة. هاي الهيدن لاين سوف تتحول إلى خطوط مستمرة. ثم نقوم بعملية التظليل. قلنا هذا هو الشكل مالنا. فإذا هذه المنطقة التي قطعت، هذا هو المقطع الأمامي. وهنا طبعا توضح عندنا بأنه داخل الشكل أكو تجويف. تجويف عبارة عن أسطوانتين بشكل دائري، وعندما قطعنا فإن القطع فإن عملية القطع جرت على هذه المناطق اللي هي مظللة. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني أيضا نأخذ مثال آخر هذا الشكل، هو عبارة عن شكل أسطواني. هذا عبارة عن شكل أسطواني. هذا حتى أرسم هذا الشكل إيش راح يبين عندي؟ عندما نقف هنا فالمسقط الأمامي حيبين عندي شنو؟ عبارة